مع ان الاعلام لنا فتره فيه، بس بعض الاحيان ابطي في اني اصفصف كلمتين، فلجي تتكلم سحبت مني المايك ابو حزام، ترى ازعل انا والله. انا ازعل انا. لا لا عفو عليك، ودي ازعل يا شيخ. اسمع جيب بس شباب، بنطلع لا 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 اي خاصه ابو حاتم يقطع عليه، خلنا نتكلم. لا 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 بس ابو حاتم، السؤال اللي تقول اذا رقدوا اخوياك وقمت لحالك ما عاد تجيب. ذبحتنا يا ابو حاتم. الله يبارك فيك. حافظ على السؤال راح الهدان. نعم والله العمر 23 سنه. نعم والله محافظه بيشه. الكاميرا عينها مبيك والله. يا الربع موهبه ما بموهبه، غير جاي هنا عيش واقعيتي وقدم اللي عندي نفذك شوك. طيب عندك الدكتور صالح الحمد. ونعم حياك الله. الله يبيك. الله يمسك بالخير. مساك بالنور. اي سؤال لما نسالك اياه الان ترى ما عليه، لا تخاف ما عليه درجه، احنا بس من نوضح للجمهور او للمشاهدين بعض الاشياء التراثيه المختلفه. لا تزمل يعني. لا تزمل يعني. لا لا عاد اسال دخشه. انت عندك او تدري ربيت في الابل او في الغنم او نفذاك؟ ابوي راعي ابل وجداني عندهم ابل. طيب صرت ما عمرك سرحت في الغنم؟ لا والله ما سرحت، عمري ما سرحت فيها. طيب اذا بقيت تنادي الشاه وش تقول له؟ اما ذي والله ما عندي خليتها الشاه او زي كذا. ها؟ هذه لقيتها مع الشايب هي هي او زي كذا. لا يقول لها ار يا ار يا حي. كل منطقه إيه؟ وتختلف لهجاتها. نعم بارك الله فيك. وياك ابو عبد العزيز. زعلان علينا من اخوك؟ لبيك. عبد العزيز زعلان علينا. انا كنت اسال دائما اذا صار الجو فاضي وانت لحالك، هالمره عكس السؤال، اذا صار معك شباب وقطعك في الكلام ما خلوك تكمل ولا سالفه ولا قصه، كيف تعايش معهم؟ بتعايش معهم، بتقرب، بخليهم لين يخلصون نفذ خشمك وبعطيهم اللي عندي. وشوف في برامج الواقع يحتاج الواحد انه يعني شوي يصير مداحم، لان اذا صار الواحد يسكت كل ما جاء جلسه سكت وخلى الناس تاخذ دورها وهو جلس أيه. بيطلع 60 يوم 30 يوم ما له اي يعني حدث أثر في البرنامج. صارت كثير خاب رجع العمر كثير ولا دحمها بجب مثي انه فضخ شبك خاب. كافو ابو حاتم الرجال تبي يروح الرحول؟ والله ما يمشي اللي ودك. ان بغيت انا اروخ لك اروخ لك دام انك تقول رعيبل. انا اقول مالي برعيبل، ابوي رعيبل وجدال يعني، يعني بغيت اروخ لك اروخ لك. رعيت البل ولا ما رعيتها؟ والله ما رعيتها جدا. اعطيك الصدق ابوك وجدك انت رعي ناقه. لبيك ابوك وجدك بس والله ما سرحت فيها. اعطيك الصدق انت رعي ناقه جدالك وابوك. بس ان بغيت اروخ لك فابشر بالسعد. روخت لك خلاص. نوخ وركب نوخ ابشر بالسعد. عاين تشوف الروح ذيك. خبره خبره لو دخلت فك خطامه بردتها و ابشر بسعدك. يلا بس ما انت يلا بصرك القتره والدنيا ما نبي فورمه. اي ما تبي تجدهم ما ادري ليه. لا لانه مواجد ابي بقي لاخر الليل الاكشنات. لكن ما شاء الله اللي قبل شوي المشارك اللي قبل شوي بطل بطل خط صوته احذفه وصوته الفهري صوته جميل بطل دخوليته كله. وترى التوفيق احيانا يحالف المتسابق وبعضهم مثل الوليد اللي قال جاتني اكازيما 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 اكازيما. وانا ايش قلت؟ اكازيما اكازيما. لا مشاحه اذا كان المصطلح اجنبي صح ابو؟ نعم اجنبي ما عندي اقول منهم. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. اللي هو من فلاح؟ عبد الله بن فلاح. عبد الله بن فلاح ليه ما فكيت خطامه؟ يا خلي خاف ابي اخذيه شيء لا ترضى شوي شوي لا تتعبك شوي. مشاهدينا الكرام ترى احنا مخطئين في واحده. ترى احنا المفروض نعطي المتسابقين عصا على الاقل، لكن هذه من المفروض انه يستخدم عقاله ولا يشوف الحل. لابد لا تجي البل الا معك عصا اللي ارخلها ارخلها ارخلها. لا لا بتقوم 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 لا 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 بعقال بعقال ارخى خطام. هاي ولد فك خطام. ايوه حلو دق رجلك ما هو دق رجلك من ورا دق دق. خل ياخذ راحت خل ياخذ راحت. لا بتكون بتثور بتثور. لا تقول اخ دق بيقوم هو يركب اخ تنويخ. يقول اخ تنويخ. ها بعقالك بعقالك يا عبد الله. دكتور الدكتور 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 كأنه بيخرب البرنامج اليوم صاير طيب اليوم. جزاك الله خير يا ابو فهد.
اي يا رجال لانه هو يقول سحب على ابو فهد الله 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 ثانيه يلا 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 ثانيه بعقالك الكزه بالعقال ثانيه اضربها بالعقال اي بس قامت ما شاء الله ما شاء الله خلاص تعال هو يقول اخ يا ابو يقول اخ ايه هو يقول اخ خليجي هو يقول اخ معناتها تبغى يا رجال اظن انها متواهنه الرحول طيب تعال اي لا حتى الاخوات خلاص احنا ناس مشاركتك وحضورك يكفينا وخوض التجربه ايضا تكفينا شكرا يا عبد الله ابن فلاح مايك الدكتور ترى شغال معه وطلع ما عاد عندنا شكرا يا عبد الله ما قصرت خلاص مشاركتك جيده جدا.